هم بيعلنوا اعتزالهم بيخشوا في المنظومه. ليه؟ لان دلوقتي الامور اختلفت، فكر اللعيبه نفسه اختلفت، كره القدم بتتغير كل 10 سنوات. عشان بس اقولها لحضراتكم، كره القدم في اوروبا استراتيجيتها كلها بكل الطرق بتتغير كل 10 سنوات، سواء فنيا او اداريا. وفي بعض الفرق اللي كانت ماشيه باسلوب اداره قديم ابتدى يتدحور بها الحال، وابرز مثال مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بعد السير اليكس فيرجسون الى اين؟ بعيد تماما عن الدوري الانجليزي. لما بياخدوا الاف اي كاب، طبعا مع كل احترامي وتقديري بقى لمشجعين مانشستر يونايتد، بس انا بتكلم في حقائق. عكس الناحيه الثانيه مانشستر سيتي مشي بقى، شاف نهايه العلم في كره القدم سواء اداريا او فنيا وصل لفين، وراحوا مشوا على هذا المنوال. وطبعا تحيه كبيره جدا للمالكين الاماراتيين لفريق مانشستر سيتي اللي مقدم لنا نموذج في كره القدم، نموذج رهيب، نموذج الصراحه لازم يحتذى به. ان انا اتصدر الدوري الانجليزي وابقى ما بيني وما بين المنافسين بتوعي يعني داخلين على ال 20 نقطه، حاجه كبيره جدا. فهذا الامر النادي الاهلي دايما مواكب العصر، دايما لازم اشوف التوجه رايح فين والكره اتغيرت ازاي. لان كابتن حسام غالي وكابتن محمد فضل لما يجي يتكلموا مع اللعيبه الان، عكس بعض من الناس الاخرى اللي ممكن تبقى الدنيا اختلفت، العصر بيختلف، توجه اللعيبه دلوقتي بقى فيه سوشيال ميديا وفيسبوك، وخلاص ده على فيسبوك وتويتر و و و وابلكيشن بقى على افا من يشيل. فالدنيا اتغيرت، الاساليب اتغيرت، وتوجهات اللعيبه واسلوب ان انت تتفاوض معاهم تتكلم معاهم، لازم تجيب لهم واحد من الجيل بتاعهم او يبقى حاسس بيهم بشكل كبير جدا. ودي حاجه صراحه تحسب ونموذج صراحه يحتذى بيه دايما من مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ، انه يحط هذه النماذج داخل المنظومه الاداريه، وان شاء الله يكونوا على قد المستوى. بصوا برضه اقول لحضراتكم كمان باقي التقارير او الدخلة، ان الكابتن رحمن المدرب القدير، المدرب الكبير، واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من الناس اللي ايضا كانوا حققوا نجاحات وطفره في الكره السعوديه، وجوده كمدير فني لشباب النادي الاهلي وهو معنا على التليفون. يعني كابتن عادل عبد الرحمن الف مبروك وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اولا كل سنه وانت طيب ورمضان كريم علينا كلنا وعليكم يا رب ان شاء الله. طيب كابتن عادل، دخولك في فريق شباب النادي الاهلي وحضرتك ياما طلعت الصراحه نماذج على اعلى مستوى فيه، وعندك عين خبيره جدا في انتقاء المواهب. حضرتك حتى اسلوب لعبك كلعيب رقم 10 في بعض الاوقات، وبتحب تشوف نص الملعب كده تمسكه، عينك يعني صائبه في موضوع الناشئين. انا يعني عايز اعرف طبعا بعد ما ببارك لحضرتك على هذا الامر، فكرة حضرتك اللي جاي، وعشان نقول لجمهور النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن بخبرته الكبيره دي هيقدم لنا ان شاء الله. اولا انا اول حاجه ده شرف كبير لاي حد يتواجد في النادي الاهلي من ابناء النادي الاهلي، واحنا ابناء النادي الاهلي في اي مكان نتشرف فيه، يعني في اي منصب وفي اي مكان وفي اي شغلان ان احنا لازم نكون مع النادي. اما بالنسبه للي عملوا الحاجات دي فدي ناجلها شويه او بلا ما ان شاء الله يحصل ال تبدا يعني في العمل وكده، ولكن اللي انا بقوله ان احنا تحت امر النادي الاهلي في اي مكان وفي اي حته وفي اي زمان، يعني ده كلنا احساس مننا كلنا، وفي اي حته لازم نشتغل للنادي الاهلي، لانه نادينا اللي عملنا لعيبه الكوره قبل ما نكون مدربين، واللي عملنا مدربين هو النادي الاهلي، وخير النادي الاهلي على كل ابنائه، وعشان كده ابنائه في اي وقت احنا بنود للنادي الاهلي، النادي الاهلي يطلبنا في اي وقت ننصاع ونقول حاضر، ولازم نشتغل ولازم نجتهد ولازم نعمل حاجه كويسه في النادي الاهلي. وهو دايما وابدا يعني اولاد النادي الاهلي يا كابتن عادل بيبقوا موجودين حينما يطلبوا، يعني مهما كان حضرتك بتبقى بعيد، اول ما النادي الاهلي بيقول لك في اي منصب حضرتك يعني دايما، وزمايلك كلهم كل ابناء النادي الاهلي بيلبوا هذا النداء، وده نموذج جميل الصراحه لكل الناس بتشوفه. والله شوف احنا يعني كل هدفنا ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي، وربنا يكرم الناس كلها ونجتهد ونعمل حاجه كويسه للنادي. ولكن انا في الوقت الحالي اللي انا عايز اقوله لك، اول حاجه ان احنا في الوقت ده لازم نتكاتف للنادي الاهلي، ولازم نعمل نصنع جيل كويس، نصنع جيل جديد للنادي الاهلي. النادي الاهلي على طول الزمان بيطلع لعيبته ويطلع ناشئينه، من اول ما الكره اتعملت في النادي الاهلي لازم نعتمد على اولادنا، واولادنا هم اللي بيشرفونا دايما، وربنا يكرم ان شاء الله. شكرا يا كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن، وبالتوفيق ان شاء الله في المهمه.